دلوقتي أنا مستضيفة فنان كبير جدا، كلنا بنحبه جدا، الفنان الكبير أحمد بدير. زي حضرتك، الحمد وكل سنة لله. وحضرتك طيب. حضرتك في الأول لو تكلمنا عن شخصيتك في المسلسل راجعيني يا هوى، وشخصية يعني شخصية جابر، وتحدثنا أكتر عن دورك. هو الراجل المثقف اللي بيدرس فلسفة وأستاذ في الجامعة، وبعد كده بيبقى قاعد في صومعته، وبعد ما يطلع المعاش بيبقى كل هدفه الفكر والثقافة والفلسفة وعايش الحياة القديمة بتقاليدها وطبيعتها وإنسانيتها بعيد عن السوشيال ميديا يعني. وبيخش بقى في مشاكل ابن أخوه اللي هو خالد النبوي، المفروض أنا عمه، وبيفلسف المسألة والصراع اللي موجود في العائلات اللي موجودة في العمل من خلال فكره ومن خلال خبرته. راجعيني هوا نغمة مختلفة في هذا الموسم الرمضاني من خلال قصة الراحل أسامة عمر وكاشة ومحمد سليمان كسيناريست عظيم ومحمد سلامة المخرج، زائد بقى خالد النبوي والكاست الجميل اللي في هذا العمل والإنتاج. كل حاجة الحقيقة توفرت إن يطلع نغمة هادية تفكرنا بعبق فن زمان الجميل. بالظبط، هو فعلا الآراء عليه كلها إن هو مسلسل الحمد لله يعني دي أعظم شهادة والله، إن العمل يمس قلوب الناس ويخليهم يتابعوه. أنا يعني كنت قلقان شوية. لا هو يعني من اول حلقه كان كل الاراء عليه ان هو هايل، وفي تالق من جميع المشاركين على مستوى الاخراج، التاليف، التمثيل، التصوير، كل العوامل المساعده في العمل الحقيقه اخلصت، فربنا كافئه. سعيد جدا طبعا بدوري في الاختيار، كانت بالنسبه لي يعني شيء رائع جميل جدا فعلا. واعتقد ان يعني هو انا ما نجحتش في دور المشير قدر ما الناس حبت المشير الله يرحمه، فحبهم له خدت نصيب منه يعني. انا ما كنتش عبقري ولا حاجه، انما ده هو عشان بيحبوه جدا وعارفين انه فعلا انقذ مصر في اصعب اللحظات ووقف معاه ورجل حكيم، فحبهم للمشير طنطاوي الله يرحمه ويحسن اليه جالي انا، فانا استفدت من حبه. طيب حضرتك فنان كبير ومثلت تقريبا كل الانواع، يعني كوميديا، تراجيدي، كل حاجه، ايه احب نوع للتمثيل على قلب حضرتك؟ لا هو مش احب نوع يعني، هو بيبقى شخصيات معينه الواحد بيعملها وبيستمتع بيها وبيحس انها يعني بتستنفر الطاقة اللي جواه انه يقدر يظهرها بشكل جيد طبعا. انما هو في ممكن تقولي ايه بتحب ايه اكتر سنة، ممكن اقول لك الكوميدي، بما ان انا بدأت كوميدي وفي المسرح بالتحديد، والكوميدي ده الكوميديا بالذات صعبة جدا، اصعب من التراجيدي والادوار المركبة فعلاً. كمان انك تضحكي حد وتخرجيه من مشاكله وهمومه ويسعد للحظات او سويعات قليله، ده بالدنيا كلها الواحد بيحس ان هو ساعتها معالج ودكتور دي حقيقه، وبيطبطب على اللي بيتفرج، فدي بيبقى ليها قيمه انسانيه مضافه الحقيقه. عندك نصيحه للفنانين اللي لسه بيبتدوا حياتهم، اللي لسه اول سنه يعني اول سنه فن، تديهم ايه النصيحه اللي ممكن تديها لهم؟ ده هم اللي ينصحوني. لا يعني هو اصل رحله الفنان مختلفه من شخص لاخر، ما تقدريش تقول تجيبي مثلا شاب صغير في البدايه وتقولي له خلي بالك انا عملت كذا وكذا وتعبت في كذا ونجحت في كذا ولازم تعمل كذا ولازم تمشي كذا، لان كذا دي بتختلف من واحد لاخر حسب قدرته وطبيعه تحمله وقدرته على الصمود والمذاكره والمتابعه. انما في المطلق بقى في عناصر بتبقى مهمه دي لكل واحد في اي مجال مش في التمثيل بس، يعني اللي هو الاخلاص، المدابه على العام في العمل، الثقه في انه هينجح طالما ان هو موهوب.
شكرا جزيلا لحضرتك الفنان الكبير احمد بدير، شكرا لحضرتك، وشكرا طبعا من كل قناه اكسترا نيوز. شكرا لحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. واكسترا نيوز طبعا هي القناه الاخباريه المتميزه بتاعتنا اللي احنا بنستمتع بيها وتحليلاتها الصادقه الجميله. تحيه لمصر وشعب مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب.